بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله جميعا في هذه الجلسة البحثية والندوة التي يعقدها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام. الإخوة الحضور، منذ شهر أو يزيد يشهد العراق حراكا جماهيريا كبيرا كحلقة في سلسلة الرفض الجماهيري للاحتلال وآثار الاحتلال، حركة جماهيرية غير مسبوقة في طبيعتها وفي بعض مخرجاتها، حركة جماهيرية كبيرة كما ونوعا، مساحة جغرافية كبيرة، شريحة شبابية مع شرائح اجتماعية كثيرة. هذا الحراك يقابله قمع حكومي وآلة بطش شديدة، كل هذا أمام صمت عالمي وتكتيم إعلامي من قبل العديد من القنوات والمؤسسات. لكن هنالك جهد يوازي جهد الشباب في الساحة، هو جهد تقوم به بعض المؤسسات إعلامية وبحثية وشخصية. هذه الجهود تبتغي نشر ما يجري في الساحة وبيان حقيقته وإيضاح مدلولاته. هذه الندوة تسلط الضوء على هذه الانتفاضة اليوم، انتفاضة تشرين العراقية، وتتحدث عن أسباب هذه الانتفاضة وواقعها ووقائعها اليوم، ثم ما استشرف النتائج والمآلات لهذه الانتفاضة العراقية الجديدة. سيشارك في هذه الندوة 4 باحثين بأربعة أوراق. أبدأها أنا بورقة باسم آثار العملية السياسية ودور القوى الوطنية في صناعة الوعي، ثم ستتلوها ورقة للأستاذ شاه القرداغي بعنوان القمع الحكومي للتظاهرات وقائع وأرقام، تليها ورقة للأستاذ نظير الجندوري بعنوان ما أفرزته التظاهرات من خطاب وطني ورفض المشروع الطائفي والهيمنة الخارجية، وختاما مع الدكتور رافع الفلاحي الذي سيتحدث عن النتائج المتوقعة للتظاهرات ومآلاتها. فبسم الله نبدأ مع الورقة الأولى حول آثار هذه العملية السياسية، يعني أسباب هذه كأسباب الانتفاضة، وهي آثار العملية السياسية لهذه الانتفاضة، ثم ما هو دور القوى الوطنية العراقية لصناعة الوعي الذي أدى إلى هذه التظاهرات بشكلها الحالي. فأقول ومن الله التوفيق، إذا أردنا أن نتحدث حقيقة عن الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب للخروج، فإننا نستطيع أن نحدد ذلك من خلال الوقوف على جميع الشعارات التي رفعت في هذه المظاهرات، ثم لا بد من النظر إلى الظروف التي أوصلت هؤلاء الشباب إلى هذا الواقع أو إلى هذا الخروج. وربما من خلال كل ذلك يمكننا أن نجمل بأن أهم سبب كان هو آثار العملية السياسية على هؤلاء، سواء كانت ذلك من خلال مطالبة الشباب بالحقوق الرئيسية، حقوق الشعب الرئيسية، لا سيما الصحة والتعليم والأمان، أو حتى المطالب الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتعيين العاطلين عن العمل وغير ذلك. فهذه كلها المطالب، سياسية كانت أو خدمية، كلها كانت نتيجة فساد السياسيين كوجه من أوجه فساد هذه العملية
السياسية الذين قاموا بنهب ثروات العراقيين وصرفها في مصالحهم الخاصة. وإذا قلنا أن هذه الشعارات وهذه المطالب ليست بجديدة، فهي ممتدة منذ عقود أو منذ عقد ونصف، منذ سنوات الاحتلال الأولى، لكن الحقيقة أن الجديد في هذا الأمر هو أولا توسع دائرة من يتحدث بهذه المطالب وهذه الشعارات، توسع ليشمل شريحة كبيرة من المجتمع في السنوات السابقة ربما لم تكن تشارك في مثل هذا الرفض ومثل هذه التظاهرات، وأيضا المساحة الجغرافية التي توسعت لتشمل مدنا ومناطق كانت تعد حاضنة لهؤلاء السياسيين، وكان السياسيون يصرحون بأن اعتمادهم على هذه المناطق وأن هؤلاء سكنت هذه المناطق هم عمدتهم وهم الذين يوصلونهم أو يأخذون مشروعيتهم بالوصول إلى السلطة كما يدعون من خلال الانتخابات المزيفة حقيقة. الأمر الجديد أيضا وهو قضية الشباب الجديد، الفئة الشبابية، طبعا كل التظاهرات دائما عمدتها على الشباب، لكن هذه المرة هؤلاء الشباب جلهم من الأعمار التي نشأت وتربت في ظل هذه العملية السياسية التي كان يفترض أن تكون راعية لهؤلاء الشباب ومحققة للأحلام التي يرجونها أو ملبية للآمال التي كانوا يعدونهم بها من قبل. هذا التوسع بكل مجالاته حقيقة لم يقتصر على مجرد رفض هذا الفساد ولا المطالبة بهذه الحقوق، وإنما الشيء الجديد هنا هو توسع التشخيص الدقيق لسبب هذه المآسي، وهو ليس بالجديد، لكن الجديد هو التوسع في هذا التشخيص. فهنا رأينا أن لسان هؤلاء أنه يقول أن الأمر لا يتعلق بالفاسدين كأشخاص وإنما بالعملية السياسية التي هي مظلة لهؤلاء السياسيين والتي أصبحت كأساس يمكن لهؤلاء الفاسدين من القيام بفسادهم وبظلمهم وما قاموا به من آثار ضد أبناء الشعب العراقي. لذا نجد أن هنا أنه هؤلاء الشباب قد كسروا بتظاهراتهم قيودا كانت تجعل العديد من أبناء الشعب العراقي ساكتا، وتجاوزوا خطوطا حمراء كانت تجبر الشعب أن يبقى خانعا للظالم راضيا بظلمه. وأقصد بالخطوط الحمراء وبالقيود تلك القيود الطائفية أو المجتمعية كعشائرية أو حتى الولاء الديني وغيره. هذا التحول في التظاهرات ربما نقول أنه له سبب، وهو السبب هو تنامي الوعي لدى أبناء الشعب العراقي ولا سيما هؤلاء الشريحة التي قامت وتصدت لهذا الأمر وكانت البداية الأولى لها، ثم التحق بهم فئات أخرى. لكن السؤال المهم هنا، هل هذا الوعي الذي نجده اليوم قد نشأ فجأة، هم أنه تولد لدى هؤلاء الشباب تولدا ذاتيا، أم له أسباب أخرى؟ إذا أردنا الجواب على هذا السؤال فلا بد من الرجوع إلى تاريخ الحراك الشعبي السياسي في العراق لا سيما عقب الاحتلال، وهنا سنجد حقيقة واضحة للعيان، وهي أن العديد من القوى الوطنية قد تحدثت عن هذا التشخيص منذ الأيام الأولى لبدء العملية السياسية، ابتداء من أول مراحل هذه العملية، من أول مراحلها وهو مجلس الحكم الذي أسسه الاحتلال الأمريكي وقام بتعيين أعضائه على يد الحاكم المدني الأمريكي، حاكم الاحتلال المدني وهو بول بريمر. ثم قامت هذه القوى الوطنية بالعديد من المبادرات التي تصب في إطار معالجة هذا الخلل
الذي سبق تشخيصه. هذه المبادرات الوطنية لا يتسع المجال للحديث عنها، لكن هي بجملتها كانت مشاريع تسعى للخروج خروج العراق من هذا المأزق الذي صنعه الاحتلال، ولإنقاذ العراقيين مما آل إليهم الأمر. أكثر هذه المبادرات في غالبيتها هي كانت تخاطب المجتمع الدولي، ولا سيما الجامعة العربية والمنظمة الأممية، أو من خلال التواصل المباشر مع بعض الدول العربية المعنية أو القريبة من الساحة العراقية والمحيطة بها. وكثير ربما من هذه المبادرات أيضا قد بثت مباشرة عبر الفضائيات في حينها وشاهدها الملايين. لكن كما قلت لا يتسع المقام للحديث عنها تفصيلا، لكن سأشير إلى بعضها وربما سريعا بإشارات سريعة. ومن أهمها مؤتمري القاهرة في 2004 و2005 برعاية الجامعة العربية، وكان كذلك المؤتمر التأسيسي العراقي، ثم مبادرات قدمت إلى الأخضر الإبراهيمي ممثل الجامعة في حينها، وغير ذلك كثير. لكن ربما من آخر هذه المبادرات القوية والتي لها ربط كبير ربما بما يحدث اليوم هو مشروع مبادرة العراق الجامع التي أطلقتها هيئة علماء المسلمين في عام 2015. هذه المبادرة لو قرأنا في أولياتها مقدماتها، سأقرأ نصا بأنه وثيقة تدلل على ما ذكرته قبل قليل. ذكر في مقدمة المبادرة في 2015 على أن من أهم الدواعي لهذه المبادرة قولهم أنه أصبح من المسلمات أن النظام السياسي القائم في بغداد لا يمثل العراقيين جميعا، وأنه مصمم لخدمة مصالح أحزاب وجهات محددة بعيدا عن مصالح الشعب ووفقا للدستور، ووفقا للدستور الذي تمخض عنه هذا النظام السياسي وشكل حجر الزاوية في الفشل الخطير والمتلاحق لهذا النظام وعمليته السياسية، الأمر الذي يعرب عن حقيقة أن تغيير أسس النظام السياسي القائم في العراق بأي صيغة مرضية تضمن بقاء مقومات كيان العراق الرئيسة وتحفظ وحدته وسيادته الحرة، من شأنه أن يعطي فرصة حقيقية لبناء العراق الجديد يستطيع القضاء على بؤر الصراع في أرضه ويوفر الحياة الآمنة لأبنائه. بهذه الكلمات نجد أنه تشخيص دقيق لأساس هذا الفساد، وفي ذات الوقت أن العلاج هو باقتلاع هذا الأساس ليكون التغيير. أما قضية الترقيع والحلول الجزئية فهي لا تمثل إلا فشلا جديدا، وهذا ما نصت عليه أيضا المبادرة حينما قالت أن الانتخابات لن ينتج منها إلا فشلا جديدا، وقالت فتجربة المجرب عقيمة وأي حل ترقيعي يبقي قواعد اللعبة السياسية القائمة الآن كما هي ويبقي السياسيين على خطاياهم وأخطائهم لن يكون ناجعا بالمرة وسيقود العراق والمنطقة إلى مزيد من الهاوية إلى آخره. هذا النص هو نجده نص ذات النص اليوم يتحدث عنه هؤلاء الشباب في هذه الساحات ويعلنون عنه في بياناتهم وشعاراتهم التي يرفعونها يوميا. مقصود الكلام هذا أن هذا الوعي هو لم يأتي جديدا، وإنما كان لهذه القوى حديث عنه منذ سنوات، وكان لهذه القوى مؤسساتها الإعلامية ودورها ونشاطها المجتمعي الذي تنامى شيئا فشيئا إلى أن ظهرت مبادرات جديدة أو خطوات جديدة، ومنها ما أعلن قبل عدة أشهر في مطلع هذا العام في تحديدا في آذار 2019 بإعلان الميثاق الوطني العراقي الذي عد كإطار تتحرك به القوى الوطنية العراقية وتنظم حراكهم الجماهيري والشعبي والسياسي لأجل التغيير. وربما من أحد الخطوات اللاحقة التي تعد أيضا خطوة عملية دليل على تنامي هذا الوعي الجماهيري
وما شهده العراق قبل سنة في مقاطعة جماهيرية كبيرة للانتخابات الأخيرة. تلك المقاطعة كانت مقاطعة مقصودة مسبوقة بشعارات وبرفض سياسي، فهي لم تكن مقاطعة لا مبالاة ولم تكن مقاطعة عبثية. هذه المقاطعة في حينها تحدثنا على أنها بادرة ودليل على تنامي هذا الوعي، ولذا جاءت ربما هذه الخطوة مكملة للخطوات السابقة التي ظهرت عبر سنوات متقدمة. لذا نقول نحن نتحدث اليوم عن عملية تراكمية لهذا هذا الوعي وتنامي هذا الوعي الذي نتج عنه ووصل إلى هذه القضية. وربما نحن حين نتحدث عن هذا التاريخ وهذا التشخيص المبكر وهذه المبادرات، فإننا لا نقصد به أبدا قضية ركوب الموجة أو ادعاء ثوب جديد أو تغير في الخطاب، وإنما هو خطابنا خطاب ثابت منذ أيام الاحتلال الأولى. ومقصود كلامنا هنا تحديد التدرج التاريخي لتصاعد حالة الوعي عند أبناء الشعب العراقي، وصولا إلى ما نحن عليه اليوم، آملين جميعا أن يحصل التغيير الكامل المنشود وأن يعود وطننا المنهوب وينعم أبناء الشعب العراقي من جديد بحريته وبرخائه وثرواته، وتنعم المنطقة جميعا بعلاقات مع العراق، علاقات تاريخية حضارية كما كان دور العراق في ماضيه التليد. ننتقل الآن بعد كلمتي هذه، وعذرا إن أطلت ولم أنظر إلى الساعة في وقتي، لا أعرف أطلت أم قصرت، لكن ننتقل إلى الورقة الثانية التي سيقدمها الأستاذ شاه القرداغي، وهو كاتب ومحلل سياسي، وعنوان ورقته القمع الحكومي للتظاهرات وقائع وأرقام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية الرسام لتنظيم هذه الندوة، وأشكر حضوركم وخاصة في هذا الوقت الذي نشاهد فيه ثورة جماهيرية وحراك شبابي كبير في العراق تحاول تحقيق أهم مطالب وتغيير المنظومة السياسية الفاشلة منذ 16 عام، والتي فشلت في تجربتها ولم تعد بالإمكان إعطائها فرصة أخرى للاستمرار. حقيقة إذا نظرنا بشكل سريع إلى تعامل الحكومة العراقية منذ اليوم الأول، منذ 1 أكتوبر مع الاحتجاجات السلمية، نرى أن هناك ازدواجية واضحة بين البيانات والقوانين الرسمية الموجودة في العراق وبين التعامل العسكري القمعي الوحشي مع المتظاهرين. بالنظر إلى الدستور العراقي الذي اتفق جميع الأطراف الموجودة وخاصة الآن التي تحكم في العراق، الدستور العراقي في المادة 38 يضمن ويكفل حق المواطن في التعبير عن آرائه بحرية. ومنذ اليوم الأول خرج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وحتى رجال الدين وباقي المؤسسات يدعمون حق التظاهر السلمي، بينما نرى على أرض الواقع تعامل قمعي من قبل القوات الأمنية أولا، وأيضا الجهات التي يسمونها جهات مجهولة أو طرف ثالث. وهذه الطبيعة، هذه ما يميز هذه الدول التي تخضع للسيطرة والنفوذ الإيراني هو هذا الأمر. إيران تمنع من تشكيل مركزية للقرار داخل هذه الدول، وأيضا تؤسس لتعدد الولاءات وتعدد الأطراف التي تحمل السلاح. وبالتالي عندما يقع احتجاجات أو مظاهرات أو يحدث أمر ما، قد
تخرج الأمور عن السيطرة، عن السيطرة سيطرة النفوذ الإيراني، عن سيطرة حلفاء إيران، يكون هناك ميليشيات، قوات أمن، أطراف تحمل السلاح خارج الدولة وداخل الدولة، بإمكانها أن تقمع المتظاهرين ولا يتحمل أحد المسؤولية. نحن رأينا أنه رغم أن المقاطع الفيديو والمعلومات تؤكد أن الأجهزة الأمنية أيضا استخدمت السلاح بشكل مباشر ضد المتظاهرين، وهذا ما يبرر القمع الموجود، إلا أنه كان هناك نفي من قبل القوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي، ولكن تم اتهام طرف ثالث، وهذه استراتيجية لتغييب الحقائق أولا، وأيضا لعدم تحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها والقيام بالقمع عن طريق هذه الأطراف الموجودة، والتي أصبحت أكثر من 80 أو 90 فصيل مسلح داخل العراق يحمل ولاء خارجيا ويستخدم غطاء الحكومة للقيام بهذه التصرفات القمعية بحق المتظاهرين. إذا نظرنا إلى أي دولة في المنطقة أو في العالم، هناك أعتقد أن هناك ثلاث أسس رئيسية يجب على كل دولة أن تحققها حتى تكون دولة ناجحة وتستطيع أن تستمر. النقطة الأولى أن يكون هناك شرعية لهذه الدولة، شرعية سواء كانت تاريخية أم كانت جماهيرية، المهم أن تكون هناك شرعية تحافظ على بقاء الدولة وتدعم الحكومة الموجودة. إذا نظرنا إلى الشرعية في العراق، نرى أن الانتخابات الأخيرة أثبتت حقيقة أن المواطنين لا يريدون أن يدعموا هذه السلطة الموجودة مجدداً، وطعنوا في نتائج الانتخابات، وأيضاً تم استخدام الكثير من أساليب التزوير والتلاعب، والأغلبية قررت مقاطعة الانتخابات، وبالتالي هذا العنصر غير موجود. العنصر الثاني المهم هو قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، هذا العنصر مهم جداً، وبقاء واستمرارية هذه الدولة تقوم على قيامه بتوفير أبسط الحاجيات للمواطن والخدمات الرئيسية، ونرى أن أغلب دول العالم تحاول توفير هذا الأمر. في العراق أيضا هناك فشل في تحقيق هذه النقطة، منذ 2003 إلى الآن لا يوجد مشاريع بنى تحتية، لا يوجد مشاريع استراتيجية، هناك أرقام رسمية تتحدث عن 500 مليار دولار تم يعني إضاعته، والفساد قد يصل إلى أكثر من هذا المبلغ، وبالتالي الحكومة فشلت أيضا في تحقيق هذا العنصر. العنصر الثالث الأهم هو أن قدرة الدولة على تحقيق السيادة، قدرة الدولة على تحقيق السيادة والمعاني العليا في الوطن، يعني المواطن قد يتحمل عدم وجود الخدمات وقد يتحمل عدم غياب الشرعية، ولكنه من الصعب أن يتحمل إهانة السيادة البلاد. يعني نرى أن العراق، أن الحكومة العراقية والدولة العراقية فشلت أيضا في هذا العنصر، في تحقيق عنصر السيادة الوطنية، عندما نرى معلومات تؤكد وجود جنرال مثل قاسم سليماني هو الذي يشرف على عمليات القتل والإبادة والقمع، وأيضا هو الذي يوجه القادة الأمنيين داخل بغداد، هذا يؤكد أن معنى السيادة لا وجود لها، وبالتالي هذه العناصر الرئيسية، في غياب هذه العناصر الرئيسية عندما يحصل أي احتجاج أو مظاهرات، فالحكومة العراقية أمام خيارين، الأول هو الاستجابة للمتظاهرين، وبما أن المظاهرات في هذه المرة كان سقف مطالبها عالية بسبب القمع الذي شاهدناه، وبالتالي الحكومة عاجزة عن الاستجابة لمطالب المظاهرات. الخيار الآخر وهو الخيار الذي يتبناه الحكومة دائما هو قمع المظاهرات بعد اتخاذ عدة خطوات، من بينها محاولة تخدير الجماهير عن طريق تقديم وعود بالإصلاح، عن طريق محاولة ركوب الموجة، طبعا هناك طرق عديدة تم محاولتها منذ يوم 1 أكتوبر، بعض القيادات حاولت أن تهدئ الشارع، بعضها حاولت أن تستخدم الشارع من جديد، ولكن بعدما فشلت كل هذه الأمور بدأ القمع المفرط من جديد، وهذا يؤكد أن لا خيار أمام الحكومة العراقية، لا خيار استراتيجي في كيفية معالجة هذه الأزمات الموجودة، وهي تلجأ إلى الخيار الأفضل لها وهي الخيار القمعي،
ولذلك نرى أن موازنة الدفاع وأيضا التركيز على الجانب العسكري موجود بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الهدف منه قمع أي تظاهرة أو أي احتجاج أو أي اعتراض يخرج، وهم يتوقعون هذا الأمر لأنه بغياب هذه العناصر التي تحدثنا عنها من الواضح أن المواطنين لا يمكن أن يتحملوا هذا الواقع، وبالتالي يحاولوا تغييره بكل الوسائل. الأمر الذي ميز تعامل الحكومة مع المظاهرات الحالية، مع مظاهرات أكتوبر، هو استخدام القمع والعنف من اليوم الأول، ومحاولة كتم كافة الأصوات وقمع المظاهرات وإخمادها بغض النظر عن الضحايا، يعني كما فعلت سابقا في عمليات عسكرية لم تهتم ولم تكترث أيضا بالضحايا، ولكن هذه المرة رأينا أن هناك يعني استخدام مفرط للقوة منذ اليوم الأول. هناك أتوقع أن هناك بعض الأسباب التي قد تفسر هذا العنف، قد تفسر التوجه للعنف منذ اليوم الأول، يعني استخدام المفرط للقوة. منها أن المظاهرات خرجت من الحاضنة الشعبية للسلطة السياسية والأحزاب الحاكمة في العراق، وهي إذا خسرت هذه الحاضنة الشعبية فهي إنها لا تستطيع أن تبقى إلا بدعم خارجي وتوافق أمريكي إيراني على بقاء هذه المنظومة، وإلا فهي خسرت الحاضنة الشعبية التي تحاول أن تكتسبها وتحاول أن تستند إليها، سواء بمغازلة النزعة الطائفية لهذه الشريحة أو باستخدام طرق أخرى، ولكن هذه المرة خرجت الحاضنة الشعبية لهذه الأحزاب، وبالتالي هذا جرس إنذار كبير لتجربة الأحزاب الطائفية، وقد ينذر بأفولها إذا لم تنجح السلطة الحاكمة في إخبادها بشكل سريع. الأمر الآخر والأمر المهم هو تجاوز البعد الطائفي. دائما في كل حراك، في كل مظاهرة، يحاولون العمل على تحريك المشاعر الطائفية، وحتى في هذه المظاهرات يعني رأينا بالبداية اتهام لبعض المواطنين من بعض المحافظات السنية بأنها هي التي تقوم بمساندة المظاهرات وتقوم بدمعها، وأيضا خرجت تصريحات ميليشياوية بأن يتم تغطية المظاهرات من أربيل ومن السليمانية وإلى آخره، كلها محاولات لتقسيم الشارع مجددا، ولكن رأينا أن هذه المحاولات أيضا فشلت. العنصر الثالث والأهم الذي يبرر هذا العنف المفرط، نرى أن المواطنين أصبحوا يخاطبون الأصيل مباشرة وليس الوكيل، أصبحوا يخاطبون قاسم سليماني وخامنئي ولا يخاطبون الحكومة العراقية، لأنهم يدركون أن الحكومة العراقية ليست هي الطرف الأقوى في المعادلة، وبدليل أن كل الوعود التي تقدمها الحكومة العراقية بحماية المتظاهرين وحماية الاحتجاجات السلمية نرى أنها لا تتحقق على أرض الواقع. بعكس ذلك، إرادة خامنئي الذي يعتبر المظاهرات مؤامرة خارجية وبالتالي يبرر لقمعها، نرى أن هذا الأمر يتحقق على أرض الواقع بشكل فعلي. وحسب المعلومات التي أكدت أن هناك ميليشيات تم تدريبها في وقت سابق، تم تدريبها لمواجهة أي احتجاج شعبي قد تخرج مستقبلا، وعندما يعبر قادة عسكريين إيرانيين عن تقديمهم للاستشارة وتقديمهم للنموذج الإيراني في قمع المظاهرات، وهذا الذي تكرر عن طريق بداية قطع خط الأنترنت، وثانيا القمع المفرط، وثالثا التهديد والاختطاف، هذه الخطوات أيضا تكررت في العراق. رأينا في البداية من اليوم الثاني للمظاهرات إلى 6 أكتوبر قطع الأنترنت ومحاولة إبطائه حتى يتم التغطية على عمليات العنف وعمليات القتل، وبعدها بدأت تهديد الناشطين بالقتل وأغلبهم هربوا من بغداد، وهذا أيضا حصل في إيران عند المظاهرات الحركة الخضراء 2009، وأيضا بعدها اغتيالات، عمليات اغتيال، وأيضا هناك معلومات تتحدث عن أن هذه المجاميع التي ترتكب أو التي قامت بقنص المتظاهرين
الحكومة العراقية لديها علم بهوية الميليشيات التي تقف وراء هذا عمليات القمع، وراء عمليات التي أدت إلى، يعني إلى الآن نتحدث عن 275، هذه الأرقام الشبه رسمية، والغير رسمية تتحدث عن الرقم أكبر للضحايا للشهداء، وأيضا أكثر من 10,000 جريح. يعني هذا يؤكد أن عقلية العنف ليست فقط موجودة عند ميليشيات طائفية من الممكن أن نتهمها بأنها لديها ارتباطات خارجية، بل هناك أيضا إرادة حكومية لاستغلال هذه الميليشيات والاستفادة من تجربتها، وخاصة إذا رأينا بعض المناطق التي حصلت فيها تماس بين المتظاهرين والقوات الأمنية، رأينا أنه كان هناك شبه فشل للقوات الأمنية في القمع أو الاستجابة لدعوات القمع، وبالتالي كان من الضروري للحكومة أن تعتمد على سلاح وقوة الميليشيات لإكمال هذا الجانب، وأيضا لاستخدام هذا العنف المفرط بحق المتظاهرين، ولا يحدث أي مشكلة إذا خرج أي عنصر أمني أو أي قوة أمنية من الصراط المكتوب أو من العقلية العنفية أو العقلية الأمنية للسلطة السياسية. وبالتالي تمام، بس في الأخير ختاما، أنا أنظر إلى الأمور بإيجابية على الرغم من القمع الشعبي. لأول مرة نرى أن الشعب يقرر، والحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية تحاول تحقيق هذه المطالب، وبالتالي هذه المطالب هي التي ضمنت استمرار الحراك، وإرادة الشعبية هي التي ضمنت استمرار الحراك رغم عنف المرتكب ضد المتظاهرين، وهذا الاستمرار السلمي هو الذي يضمن كسر القمع وكسر ميليشيات وكسر الحكومة القمعية المستبدة، ويبشر بفتح صفحة جديدة للعراق وللعراقيين. وشكرا جزيلا وآسف على الإطالة. شكرا للأستاذ شاه القرداغي على ما قدم، وحقيقة تبقى نقطة مهمة في قضية القمع الحكومي الذي تميز أيضا كذلك، يعني هذه المظاهرات متميزة بشعاراتها وأهدافها، والقمع الحكومي كذلك متميز للأسف، وهو أنه في كل البلاد الغازات المسيلة للدموع يعني تؤثر تأثيرا شكليا على المتظاهرين، أما في العراق فقد أصبحت هذه الغازات هي آلة قتل، ورأينا المشاهد بالعشرات أنه هذه القنابل تنفذ إلى داخل الرأس إلى الجمجمة، فضلا عن الاختناق، اختناق العشرات بهذه الغازات التي كما تقول منظمات حقوقية أنه هذه الغازات هي غازات سامة. ننتقل إلى المحور الثالث مع الأستاذ نظير الكندوري الذي يحدثنا عن أهم ما أفرزته هذه التظاهرات، وهو الخطاب الوطني الجامع ورفضهم للمشروع الطائفي والهيمنة الخارجية، وكذلك كشف زيف أدعياء الوطنية بهذه الأيام. فليتفضل الأستاذ نظير الكندوري وهو الكاتب والباحث السياسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر موصول لمركز الرافدين على استضافته لنا لطرح هذه الورقة. الحقيقة اليوم يعني نتحدث عن أهم ميزة ميزت هذه الانتفاضة وميزتها عن باقي الانتفاضات التي خرج بها شعبنا طيلة 16 سنة من الاحتلال، وهو الخطاب الوطني الذي خرجت به وتعرية كل الكتل السياسية التي كانت تتاجر بالمطالب الشعبية وتدعي بأنها مع الشعب العراقي ومع مطالب المحقة، ولكن ثبت زيف هذه التيارات السياسية وخرج الشعب بهوية واحدة هي الهوية العراقية دونا عن أي هوية أخرى فئوية أو قومية أو طائفية ممكن تكون سبيلا لتمزيق هذا وحدة هذا الشعب.
لتسليط الضوء بالضبط على هذه الانتفاضة لابد لنا من يعني قراءة سريعة لما سبقتها من انتفاضات طيلة السنوات السابقة، وما هي أسباب ضعفها، ولماذا الانتفاضة الحالية انتفاضة تشرين تتميز عنها تمييزا كبيرا من حيث السمات التي تحملها. فشهد العراق أولى الانتفاضات الشعبية السلمية بمفهومها الواسع عام 2012، واستمرت لما يقارب السنة، نادت بمطالب وطنية عامة ومطالب خاصة بالعرب السنة الذي كانوا يتعرضون حينها وما زالوا إلى مظلمة كبيرة من قبل النظام الطائفي الحاكم في بغداد. تركزت هذه التظاهرات في المدن السنية ذات الغالبية السنية، وشارك فيها كل الناشطين من خاصة وعامة هذا المكون. لكن مع ذلك ورغم عنفوانها ورغم قوتها ورغم تأثيرها، إلا أنها كانت أيضا تحمل نقاط ضعفها التي يمكن أن نلخصها بشكل سريع. إنها هذه الانتفاضة التي خرجت في المدن السنية ترافقت مع حراك سياسي حدث اتجاه بعض السياسيين السنة، مثل يعني اتهام رافع العساوي وحمايته بتهم الإرهاب، كذلك اعتقال أحمد العلواني وقتل شقيقة. فكانت هناك ربما رسالة لباقي يعني أبناء شعبنا أن ربما هذه الانتفاضة هي عبارة عن صراع سياسي ما بين أحزاب السلطة. الأمر الآخر، لم تكن لهذه الانتفاضة قيادة سياسية واضحة أو متحدث عنها يستطيع أن يدير التفاوض ما بين هؤلاء المتظاهرين والسلطة الحاكمة، أو حتى الفاعلين الدوليين الذين يمكن أن يكون لهم دور في حل هذه المشاكل. كذلك المطالب، بالرغم أنها كانت مطالب وطنية عامة، إلا أنها كانت تركز على المظالم التي تحدث للعرب السنة. هذا ما جعل أن المكونات الأخرى وباقي أبناء شعبنا من الكرد والعرب الشيعة لا يلاقون اهتمام كبير لتلك الانتفاضة، ولم يتفاعلوا معها التفاعل الذي يجب أن يكون. كذلك استغلال بعض المنظمات الإرهابية والدخول على خط تلك الاعتصامات، ما جعل بعض ساحات الاعتصام تنحرف عن مسارها وتتبنى خطاب طائفي. لكن الأهم من هذا، والذي جعل هذه الانتفاضة تؤد في يعني أماكنها وفي ساحات اعتصامها، هو التعامل العنيف لنور المالكي، والذي يعني اقتحم تلك الساحات، ساحات الاعتصام، بالقوة وقتل العشرات منهم، وبحيث هيئ الحالة وهيئ المناطق السنية لدخول تنظيم داعش، ومن ثم يعني طي صفحة هذه الانتفاضة العظيمة، وجعل المناطق السنية أسيرة لهذا التنظيم الإرهابي. كذلك الانتفاضة خرجت في وقت لم تكن هناك الظروف الدولية مهيئة للاستجابة لمثل هذه المطالبات المحقة، كون أن اللاعبين الدوليين الرئيسيين في العراق وهما النظام الإيراني والولايات المتحدة كانوا على توافق وانسجام فيما بينهما على هذه العملية السياسية، وبالتالي أي حراك شعبي يمكن أن يقوض هذا النظام أو يقلل من سيطرته فهو مرفوض وغير يعني مدعوم. كذلك هذا الأمر لم يقتصر على العرب السنة، إنما قام الكرد أيضا في انتفاضات كبيرة، وشهدت يعني بعض السنوات انتفاضات شديدة ضد الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، لكنها أيضا كانت تحمل نقاط ضعفها، كونها إنها كانت يعني تظاهرات مطلبية وخدمية، لم تجد هناك تفاعل كبير من باقي مكونات الشعب العراقي، لذلك بقيت محصورة، واستطاعت تلك الأحزاب يعني فض تلك التظاهرات والاعتصامات بدون أن تلبي مطالب أولئك المتظاهرين. أيضا أهلنا في جنوب العراق ووسطى أيضا قاموا بسلسلة من التظاهرات وسلسلة من يعني الاعتصامات والتضحيات في سبيل نيل حقوقهم، لكن أيضا هي اشتركت مع تلك الانتفاضات بنقاط ضعفها، كونها كانت يعني تظاهرات مطلبية طلبا للخدمات، طلبا لحق العمل، طلبا
يعني كثير من هذه الأمور التي تمس حياة المواطن، لكنها لم ترتقي لحمل ما يطلبه الشعب العراقي بعمومه. لكن انتفاضة تشرين تميزت بشكل آخر، كونها جاءت بمطالب وطنية صرفة لم تكن تمثل مكون ما، إنما كانت تمثل العراقيين جميعا، حملت الهوية العراقية. هذا ما ميزها، وكان الخطاب يعني الخطاب وطني بامتياز. لم يكن هناك طائفي، ولم يكن فئوي، ولم يعني تركب موجته تيار من الأحزاب. كما تعلمون كثير من الانتفاضات الكبرى التي يعني خرج بها شعبنا ركب موجتها بعض التيارات الحزبية والسياسية، وحرفها عن مسارها بالرغم من صدق الخارجين في هذه التظاهرات، إلا أنها لم تصل إلى يعني منتهاها. الشيء الآخر الذي رأيناه في هذه الانتفاضة، وهو شيء يدلل على هناك درجة عالية من الوعي قد وصل إليها الشباب العراق، وهو رفض التدخلات الخارجية. فكانت الشعارات بالرغم أنها ترفع شعار إسقاط النظام، ولكن يرافقه شعار مهم جدا أنها تريد إزالة النفوذ الإيراني في العراق. يعني الشعارات المرفوعة كون أن يجب أن تكون إيران برا خارج العراق، هذا كان شعار مهم جدا يلهب يعني حماسة الشباب، ويدلل على أن هناك درجة عالية من الوعي بالمكون الذي كانوا يعتقدون أنه هو الحاضنة الشعبية لأحزاب السلطة أو للنفوذ الإيراني. لكن ثبت أن المكون العربي الشيعي هو انحاز إلى عراقه، وانحاز إلى قوميته العربية، ورفض الهيمنة الإيرانية. هذا كان تحول نوعي، مما جعل بقية المكونات أيضاً تتآلف مع هذا الحراك الذي بدأ، ربما نقول بدأ شيعياً لكن انتهى حراكاً عراقياً. هذا الأمر جعل كل أطياف المجتمع العراقي بعربه وكرده، سنته وشيعته وأقلياته، يخرجون مع هذا الحراك ويحاولون أن ينهوا هذه الحالة المأساوية التي يعيشها منذ 2003. إذا حاولنا أن نركز بشكل أكثر دقة حول ما تمتاز في انتفاضة تشرين، ربما نقول إنها الانتفاضة الأولى التي كانت تطالب بتغيير مهم في البنية السياسية لهذا النظام. فكانت تطالب مثلا بإسقاط النظام، بإسقاط يعني المؤسسات التي صنعها النظام من برلمان ورئاسة ونظام برلماني، إضافة إلى يعني غلق كل المؤسسات التي كانت تستخدم ل يعني أغراض طائفية كالعدالة والمساءلة والعدالة، والتعويضات التي كانت تذهب إلى الرفحة، وأيضا مؤسسة السجناء السياسيين وغيرها من المؤسسات التي كانت تقنن موضوع سرقة المال العام. الأمر الآخر أنه لم تكن هذه الانتفاضة برعاية أحد الأحزاب، بل حاولت كثير من الأحزاب أن تركب موجتها، ولكن الجماهير ردتها بشكل علني على يعني مواصل وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك حتى في الهتافات التي يخرجون بها بأن انتفاضتنا انتفاضة عراقية شبابية ليس لأي حزب دور فيها. الأمر الذي يجعل حقيقة يعني لو رأينا مادة هذه الانتفاضة، هي شريحة شبابية ربما تبدأ من 15 ويعني تنتهي في 25 أو أكثر قليلا. هذه الشريحة هي من ترعرعت في ظل الاحتلال منذ 2003، ربما أكبرهم لم يكن يتجاوز 9 أو 10 سنوات في بداية الاحتلال. هذا يدلل على فشل النظام الطائفي الحالي بتربية جيل يحمل نفس الأفكار الطائفية. وثبت بأن الجيل الجديد لم يرث الحقد الطائفي الذي جاءت به هذه الأحزاب، والتي مررت العراق بحرب طائفية طاحنة. هذا طبعا حدث كبير ودليل وفرصة أيضا لإعادة اللحمة الوطنية بعدما مزقتها هذه الأحزاب بشكل كبير. الأمر الآخر هو تدخل المؤسسات الدينية
في الشأن السياسي كان هناك تعبير واضح من الشباب على رفضهم للمرجعيات الدينية وتدخلاتها في السياسة، لم ترفع أي صورة لأي مرجع ديني، ولم يتم الهتاف بحياة أي مرجع ديني، بل العكس، ربما تم إهانة بعض الرموز الدينية وخاصة الإيرانية كالخميني وغير الخامنئي وغيره من الرموز الإيرانية، تعبيرا عن رفضهم لتدخل هذه المؤسسات الدينية في العمل السياسي. هذا الأمر والتطور الذي حدث ربما نستطيع أن نقول في الشاب العربي الشيعي لم يقتصر على هذا الشاب، إنما هذا التحول كان قد سرى في صفوف شباب العراقيين جميعا. لذلك ترى أن يعني الكثير من هؤلاء المتظاهرين هم منتمين لمختلف الأطياف ومختلف المشارب العراقية، وهذه بالتأكيد فرصة رائعة لإعادة العراق إلى لحمته الوطنية كما كانت في السابق. طبعا الانتفاضة أيضا تميزت بأنها كانت ترفض التبعية لأي دولة أجنبية، فهي لا تريد فقط إصلاح النظام السياسي وتحقيق العدالة للشعب العراقي، إنما كانت تريد أن يكون العراق مستقلا في إرادته السياسية، إرادته العسكرية، مواقفه السياسية، والتصرف الذي يمكن أن يكون في داخل العراق يجب أن يكون عراقيا خالصا نابعا من الشعب. وهذا تطور في الوعي عند الشباب يمكن أن يلحظ بقوة خلال هذه الانتفاضة. الأمر الجديد الذي لاحظناه ولم نلاحظه في الانتفاضات التي سبقتها، وهو التنظيم والتوزيع المهام عند الشباب. تجد شباب في العشرينات يستطيعون أن ينظموا صفوفهم ويوزعوا يعني مهام عملهم، منهم من يعمل عمل المسعف، منهم من يزودهم بالماء والأكل، ومنهم من يعني ينقل الجرحى إلى المستشفيات. وهذا دليل على أنهم مصرين على الاستمرار في انتفاضتهم، ليس ليوم ويومين، إنما سيبقون ثابتين إلى حين وصول مرحلة سقوط هذا النظام. ما أقوله يعني إن من يرى ما يقوم به الشاب العراقي في انتفاضته الجديدة يجد إن هناك فرصة حقيقية للعراقيين للنجاح بالتخلص من الفتنة الطائفية التي زرعتها في مجتمعنا الأحزاب الطائفية. ولو أن الانتفاضة لم تنجح سوى بهذا الأمر لكفتها فخرا، ذلك لأنها نقلت العراقيين نقل نوعية نحو مستقبل واعد عن لوثات القوى الظلامية. فالانتفاضة الحالية هي فرصة لإعادة اللحمة الوطنية لشعبنا ولفظ كل الدعوات الطائفية والقومية التي تمزق شعبنا، وفرصة مثالية للتخلص من التبعية للأجنبي. وهذا ما عبر عنه شبابنا في انتفاضتهم التشرينية حينما رأيناهم يرفعون الشعارات ضد التدخل الإيراني ويقومون بحرق صور رموز هذا النظام البغيض. وجزاكم الله خير. شكرا للأستاذ نظير القندوري الكاتب والباحث السياسي على ما تقدم. والآن مع الورقة الأخيرة مع الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والذي سيحدثنا عن النتائج المتوقعة لهذه التظاهرات ومآلاتها، فليتفضل. مشكورا. شكرا دكتور، بارك الله فيك. السلام عليكم. الحقيقة يعني كل اللي تحدثوا عنه زملائي دكتور عبد الحميد والأخ شاهو والأخ نظير تحدثوا عن حالة مشرقة، وهذه الحالة المشرقة الحقيقة بشكل سريع قبل الذهاب إلى النتائج، أقول أنه هذه الحالة المشرقة يعني ما كانت هي رد فعل للعنف الذي حصل يوم 11 وما تلاه لأسبوع. لو كانت رد فعل للعنف الذي حصل لكانت قد انتهت، لأنه رد الفعل علماء النفس يحددوا بفترة زمنية قصيرة يفرق شحنته وينتهي. لكن الانتفاضة الآن والنتائج اللي وصلوا إليها الزملاء الأساتذة تشير إلى أنها ماضية في طريقها، وطريقها طويل وتحقق أهدافها إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي أسست الحالة المشرقة،
انه سقفها وطني شامل حقيقه. كل التظاهرات التي خرجت من عام 2003 الى حد هذه التظاهرات كثيره خرجت بالعراق، لكن كلها كانت محليه، كانت ربما تتكئ على طائفيتها، ربما تتكئ على مناطقها مناطقيه، لذلك كانت تفشل. وكانت الدوله الحكومه، اسف لتعبير الدوله، لا توجد دوله في العراق، الحكومه هذه وسلطاتها واجهزتها الامنيه تستطيع ان تخترقها وتنهيها حقيقة. النقطة الأخرى أيضا اللي جعلت منها حالة مشرقة هي وضوح الرؤية والأهداف. يعني من البداية كان كل الذين تظاهروا يعرفون لماذا خرجوا وإلى أين يذهبون، وهذه ما كانت موجودة. دائما كان يصاعد السقف، لكن هم من البداية كانوا عارفين وين رايحين. والنقطة الأخرى إصرار على هدف التغيير. هذا الإصلاح اكتشفوا أنه مجرد ترقيع، وأنه الكلام فيه ما عاد مقبول، لأنه الثقة مفقودة بين الشعب وبين هذه الحكومات. التنظيم المضبوط المنضبط في ساحات التحرير كلها الموجودة، يعني مو فقط في ساحة التحرير في بغداد، حتى بالمحافظات كان هناك تنظيم منضبط الحقيقة. وفي بغداد أعطوا مثال يعني كبير جدا، كانت الحركة، التواجد، الهتافات، الشعارات التي ترفع واحدة، التبادل المواقع، نقل الشهداء ونقل الجرحى، الطعام، هذا كله يدل على أن هناك تنظيم وهناك عقول وراء هذا. القدرة، النقطة الأخرى، القدرة على استقطاب كل شرائح المجتمع، وبخاصة منها قوى المجتمع المهمة كالنقابات وشريحة الطلاب. عندما تنزل شريحة الطلاب إلى أي تظاهرة في كل العالم تحدث فارق الحقيقة. وفي العراق عندنا بتاريخ العراق الحديث شريحة الطلاب حققت هذا الفارق في كثير من محطات تاريخ العراق الحديث، وممكن أمر عليها بشكل سريع. عام 1928 الطلاب نزلوا إلى الشوارع في العراق، عندما زار أحد يعني دعاة الصهيونية للعراق واستطاعوا أن ينهوا هذه القضية. في عام 48 في انتفاضة بورتسموث الطلاب كان لهم وقفة كبيرة جدا في إسقاط الحكومة وإسقاط المعاهدة. في عام 52 أيضا كانت لهم وقفة كبيرة، وبالذات بدأت من الجامعات من طلبة الكليات إلى وانتقلت إلى الشارع وأدت إلى إسقاط الحكومة أيضا وتكوين أو يعني إصدار قانون للأحزاب جديد، وقضية الانتخابات تبدلت مرة أخرى. في عام 56 الطلبة كانوا أيضا من نزولهم في الشارع بعد العدوان الثلاثي على مصر كان له تأثير كبير، فلذلك كان الطلاب لهم تأثير والآن لهم تأثير. توافر الاستعداد والإمكانيات للانتقال من مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة الانتفاضة بشكل سريع جدا، انتقلوا إلى مرحلة الانتفاضة وبطريقة سلسة، ومن ثم الاستعداد انتقال من مرحلة يعني إلى مراحل أخرى ثورية وأكثر تأثير. بمعنى توافر قدرات تطوير سيرورة الانتفاضة بفضل خبرة القيادات الشابة. الكثير يتحدثون أنه لا قيادات موجودة شابة، أنا أعتقد واقع الحال يشير إلى أن وجود قيادات شابة كثيرة داخل هذه الساحات، ولولا وجود هذه القيادات ما كانت هذه الصورة بهذا الشكل. صفوف المتظاهرين هي داخل صفوف المتظاهرين قريبة من نبض حركتهم واليومية. تأمين التواصل بين ساحات التحرير في كل المدن. الآن أي شعار يصدر في بغداد تجده في البصرة، تجده في العمارة، تجده في كربلاء، في النجف. هذا يدلل على أن التواصل بين هذه الساحات موجود، ردود الأفعال موجودة، الشعارات موجودة، المطالب موحدة، حلول جذرية موجودة. هذا كلها خلت هذه الحالة المشرقة لها دلالاتها. أعتقد النتائج الآن وصلنا إلى النتائج. أنا أعتقد النتائج ممكن إجمال بعض من عدها بشكل سريع. الانتفاضة استطاعت خلال هذه الفترة اللي حصلت بها أن تفصل فصل واضح بين الخنادق. الآن واضح للجميع أن الشعب في خندق، وكل الحكومة وميليشياتها وأحزابها في خندق آخر معادي. هذا الفصل مهم جدا. هذه الانتفاضة استطاعت أن تفصل بين هذه القوى. الآن أي كلام من هذا الخندق إلى هذا الخندق لا يسمع الحقيقة، وليس له قيمة. النقطة الثانية أو يعني النتائج المهمة، واحدة من النتائج المهمة أيضا، أعاد المنتفضون
إحياء الحس الوطني، الهوية الوطنية الجامعة في مواجهة قوى العملية السياسية وداعميها الذين عملوا ما يقرب على 17 سنة إلى تسيد الهويات الفرعية المناطقية الطائفية. الآن أسقطوها هؤلاء بإحياء الحس الوطني ورفعوا شعار كبير جدا اللي هو نريد وطن، وهذا نريد وطن هذا شعار تبنوه الجميع وكبير جدا في معاني وعميق. الثالثة التمسك بخطاب التغيير، واحدة من النتائج الشامل بدل من خطابات المطلبية التي كانت يعني تعم كل التظاهرات التي حصلت والاحتجاجات التي حصلت، كانت هناك مطالب يعني مطلبية، كل شعارات مطلبية. الآن خطاب التغيير هو الواضح، الحس أو الإدراك أدرك الوعي الجمعي للمنتفضين أن كل المطالب تتحقق إذا ما غيروا النظام. تغيير النظام سيؤدي إلى تحقيق كل المطالب التي يريدونها، كل المطالب اللي الآن الحكومة وأحزابها تحاول أن تدفع الشعب للعودة إلى المطالب، طالبوا بالكهرباء، بالمي، بالخدمات، هذه ممكن نتناقش بيها وياكم. المنتفضين قطعوا هذا الطريق، غير قابل للنقاش، لا نريد وظائف ولا نريد كهرباء ولا نريد ماء، نريد تغييركم لكي نبني من جديد، وهذه نقطة كبيرة. النقطة اللي تحققت أيضا أسقطوا القناع عن الإخلاص أو الدفاع عن العراقيين اللي تحجزت به كل قوى العملية السياسية وميليشيات بالذات، وبالذات بعد معارك الموصل عام 2014 كل الميليشيات تحجزت بأنها يجب أن تتسيد الساحة لأنها دافعت عن العراقيين وحفظت دمائهم، هذه كذبة كبيرة. الآن الميليشيات عدو للتظاهرات والانتفاضة عدو للميليشيات، فإذا هذا الفرز مهم جدا جدا، واحدة النتائج المهمة. الانتفاضة برغم الفاتورة المكلفة للحرية اللي دفعتها يعني لحد الآن أكثر من 500 شهيد، أكثر من 10,000 جريح، 5,000-6,000 معتقل، لكنها استطاعت أن تسقط نظرية القوة عند الطرفين الأساسيين يتحكمون بالعراق، عند أمريكا وإيران. يعني كنا نعتقد أو هكذا الكثير يعتقدون كانوا أنه هذه القوة مسيطرة على العراق بقوة وماسكة العراق بيد من حديد، لكن ظهر أنه هذه القوى ليست بالقوة التي نتوقعها. هذه التظاهرات أسقطت عنها قناع القوة، بدت واضح جدا هي مرعوبة جدا، غير متوازنة، خطاباتها غير متوازنة، قدرتها على الرد غير متوازنة. لذلك يعني كل ما أسستها ظهر أنه كان على رمال متحركة. الحقيقة الانتفاضة بلورت، وهي ضمن المآلات والنتائج يعني بلورت قوى الانتفاضة قدرتها على اختيار أشكال وصيغ غير التي اختبرتها لحد الآن. يعني طبعا لطبيعة المواجهة بدأوا باحتجاجات انتقلوا إلى الانتفاضة، الآن ينتقلون إلى العصيان المدني. والعصيان المدني الحقيقة حالة من الحالات القوية جدا في التعبير عن الرفض، وهذه قضية العصيان المدني هذه يعني جربت في كثير من دول العالم. يعني دعوني فقط استعرض بشكل سريع حتى يعني الكل يعرف أن العصيان المدني مهم جدا، والشباب اللي يقودون هذه الساحات يدركون معنى العصيان المدني. في يعني بالهند غاندي استخدم العصيان المدني واستطاع أن يحقق به نتائج كبيرة. في جنوب أفريقيا الأسقف توتو ستيف بيكو، وهذه مسيرة كيب تاون اللي حققت الفصل يعني أنهت الفصل العنصري عام 89 أيضا استخدموا العصيان المدني. في عام 1955 استخدم العصيان المدني في أمريكا، استخدم مارتن لوثر كينغ الفصل العنصري، التمييز العنصري بين السود والبيض، واستطاع أن يحقق بنتائج. استخدم في صربيا سلوفيدان ميلوزوفيتش أسقطوبي، في جورجيا خلعة شيفرنادزة هذا العصيان المدني. فبالتالي حتى بالعالم العربي عام 1919 مصريين استخدموا العصيان المدني عندما اعتقل سعد زغلول، استخدموا أيضا طلاب الجامعات خرجوا، وبعدين عمال السكك الحديد أوقفوا كل شيء.
الدولة الحكومة الآن وميليشياتها وكل قواها خايفة من العصيان المدني، ويحذرون أنه يعني راح تخسرون. وكانت رسالة عادل عبد المهدي أو بيان عادل عبد المهدي يوم أمس يتحدث عن أنه ستخسرون والشعب يخسر ووضع اقتصادي. الشعب الآن لا يخسر شيء، من يخسر هي هذه القوى، القوى التي تحكم العراق، لأنه كل الأموال كل الراحة كل السعادة تأتي لهم والشعب يزداد فقرا. فبالتالي هذا الشعب مثل ما يقول المثل، وربما قايليه المثل اللي يتحدث به أهل العراق شعبية، يقولون المبلل ما يخاف من المطر. الشعب العراقي شبع ضيم وشبع قهر، فلذلك ما تعني له هاي القضية. عندما يقطع الشوارع، عندما يشل الحياة، سيكون هناك عامل، يعني هذا التفكير المنطقي لقادة الثورة عامل مهم سيدخل لحماية هذه الانتفاضة، هو العامل الدولي، استدعاء العامل الدولي بالمضي بالاعتصام والذهاب إلى الإضراب العام. يعني العصيان المدني سيقودك إلى الإضراب العام، وبالإضراب العام ستستدعي القوى الدولية، ستستدعي القوى الدولية التي تحمل الانتفاضة، لأنها تريد أن يعني لديها مصالح في العراق، وهذه المصالح لن تتحرك، لن تحصل عليها إذا ما كان العراق مشلولا. وهي تعرف أن هذه الحكومة لن تستطيع كيف تعيد يعني حركة الحياة، حركة العمل وتعيد مصالحها، لابد من أن تتوافق الحكومة مع الشعب. هذه القضية انتهت، لا يمكن للشعب أن يتوافق مع الحكومة. فبالتالي الطريق الأصوب أن تبدل كل النظام وتأتي بنظام جديد يستطيع أن تتعامل معه، حتى لو خسرت جزء من مصالحها لكن تحقق جزء آخر. فلذلك الذكاء هنا يكمن عند المتظاهرين في استدعاء هذا الجانب. لم يبقى إلا نقول أنه يعني إمكانية تحقيق كل هذا الآن صارت ممكن الحقيقة. هذه الحالة المشعة، الحالة اللي تحدثنا عنها، الانتفاضة الآن وضعت سكة يعني صنعت قطار لها ووضعتها على سكة الثورة. قد في هذه المرحلة تحقق هذه النتائج، أو قد تحققه في مرحلة لاحقة، قد تتوقف في هذه المحطة قليلا، قد تمضي في هذه، لكن أعطت أمل كبير جدا وأمل ثابت وأكيد أن القاطرة ماضية لتحقيق الأهداف. القوى التي تحكم العراق لا تمتلك الآن فرصة مهما كانت قوية، وبدليل احنا كنا نعتقد انه ايران قوية جدا جدا، وايران بدت ضعيفة جدا جدا وخائفة جدا، بدليل انه خامنئي اعلى سلطة في ايران يتدخل في خطاباته لكي يعني يحرض على انهاء هذه التظاهرات، يعتبرها هذه مدفوعة الثمن من الخارج، واتهمها باشغال، ويدعوهم بسرعة الى انهاء هذه التظاهرات لانها تؤثر على مشروعهم، تكسر هذا الهلال الذي يدعونه الحقيقة، تكسر كل نوايا إيران في التوسع على حساب الدول الأخرى وعلى حساب مصالح الدول الأخرى وأولها العراق. يعني هذا التوسع الإيراني باتجاه العراق، سوريا، لبنان، اليمن، سيكسر إن شاء الله بهذه الانتفاضة، والكل ينتظر هذه الانتفاضة والتطلع إليها. أهدافها ستتحقق. العراق يعني ما قبل، وهذه أنهي بها الجملة، العراق ما قبل ثورة انتفاضة تشرين هو ليس العراق ما بعد انتفاضة تشرين. وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا للدكتور رافع على هذه الكلمة الطيبة. وفي الختام أقول، لقد تبنى الشعب فكرة، إنها فكرة وطنية رافضة للواقع السياسي بأشخاصه بل بأسسه، فكرة تبناها جيل جديد واسع، جيل لا ينتمي لمدينة دون أخرى ولا لمذهب معين أو لقومية بعينها. هذه الفكرة هي الأمل اليوم، ملخصة بنريد وطن، فكرة لن تموت بإذن الله تعالى وإن تغيرت بعض الأجساد. فالواجب اليوم دعم هذه الفكرة حتى تؤتي ثمارها، فهي لخير العراقيين جميعا. نسأل الله أن يحفظ العراق وشعبه، وأن يحفظ دول المنطقة جميعا وجميع بلاد المسلمين. ربما دقائق
عندنا بعض الدقائق لمن أراد سؤالاً أو مداخلة فليتفضل مشكوراً. باختصار تفضل أستاذ ماجد. عندي سؤال يا دكتور رافع، ما دام البحث بحث المآلات معه، دكتور ما هو المطلوب من الانتفاضة والقائمين بها لإلفات أسماع وأنظار المجتمع الدولي إلى هذه الانتفاضة الشعبية الآن كما أجمع الباحثون أنها انتفاضة عراقية وطنية ليست مناطقية أو جهوية، حتى نصل إلى المآل أن نكسب الدعم، أن يكسب الدعم الدولي، وما هو المطلوب أيضا من هذا الحراك لمواجهة قمع السلطة وبطش السلطة وهذه الألاعيب قوى السلطة وداعميها؟ يقينا لن يسلموا ولن يرفعوا الراية. ما هو المطلوب حتى يبقى هذا الحراك مستمرا حيا أكثر زخما ولا يمكن إماتة أو إخماده حتى نؤول إلى الهدف المنشود؟ الحقيقة يعني ربما تحدثت عنها بشكل سريع في قضية ما هو المطلوب من الانتفاضة. الانتفاضة الآن حققت جزء كبير مما هو مطلوب بالخطوة الأولى، عليها أن تنتقل إلى الخطوة الثانية، والخطوة الثانية تتمثل في المقاطعة، في الإضراب العام. هذا من يؤدي، ما يؤدي إلى قطع شريان، يعني قطع شريان الحياة على الحكومة وأحزابها وكل قواها ومن يعمل معها، يعني مصالح الآخرين، القوى الخارجية، دول، منظمات خارجية لديها مصالح كبيرة، بدءا من الولايات المتحدة نزولا إلى كل الدول لديها مصالح كبيرة مع العراق، مصالح نفطية، مصالح صناعية، مصالح يعني مصالح كثيرة. عندما تستطيع هذه هذه الانتفاضة الانتقال إلى المقاطعة وإلى الضراب العام ستؤدي إلى استدعاء العامل الدولي. هذه الانتفاضة حتى توفر خيمة تحميها لابد من العامل الدولي. العامل الدولي مطلوب، الاتحاد الأوروبي، دول العالم، الأمم المتحدة، يعني حتى نزول ممثلة الأمم المتحدة إلى ساحة التحرير بغض النظر عن الكلام اللي قالته بغض النظر عن الرؤية اللي تحملها، لكن وجودها في ساحة التحرير يدلل على أنه هناك اهتمام في أنه هذه الانتفاضة لديها ثقل، لديها وزن، وهذا يتعزز بنجاح خطوة الإضراب العام ووصوله إلى مرحلة قطع كل الشرايين، والشعب العراقي لن يتأثر يعني هو متأثر فعليا ودافع الثمن، وفاتورة الدماء اللي يدفعها من عام 2003 عالية جدا جدا، وخلال هذه الانتفاضة دفع أيضا فاتورة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيف تقلل خسائر هذه الانتفاضة عندما الشعب يدرك أنه هذه، وأدرك الشعب الآن كل المنظمات والطلاب والعالم بدأوا الآن الكل مؤمنين بالانتفاضة، عندما تكون الموجة يعني كبيرة جدا في الشوارع ستحيد قدرة أي سلاح، ستحيد مهما كانت الميليشيات، مهما كانت هذه الحكومات تمتلك سلاح، لن تستطيع أن تواجه الموجة الكبيرة من الشعب. نحن نعول على قدرة هذه الانتفاضة في أن يخرج الشعب كله يساندها في قطع شريان الحياة، وهذه لن تستمر طويلا، يعني لمدة 3-4 أيام سيتدخل العامل الدولي. قطع هذا الشريان سيؤدي إلى توقف مليارات الدولارات، مليارات الأعمال ستتوقف، وهذا يستدعي العامل الدولي. هذه قضية ليست طويلة، يعني لا يعتقد البعض أنها طويلة وقد تستغرق شهور لحد ما يستجيب العامل الدولي، أبدا، سيستجيب مباشرة، مصالحة مهمة جدا جدا، وأعتقد القيادات الشابة مدركة لهذا الموضوع. أشكرك. باعتبار الحدث العراقي اليوم يأتي ضمن سياق تراكمي كما ذكر الدكتور العاني، وإن كان حجمه مفاجئا وكبيرا أكثر من المتوقع، لا سيما أنه جاء عفويا وتلقائيا وقد حقق عدة أهداف، من بينها إسقاط هيبة الأطر الرسمية وإظهار صورة هشاشة ميليشياتها كما ذكر الدكتور الفلاحي. ما هي الخطوة التراكمية القادمة التي يمكن للأطر العراقية الشعبية تحديدا أن تحققها لاستثمار حجم التضحيات في اتجاه الهدف الذي خرج لأجله الشعب العراقي؟
وأنا أتحدث بكلمة واضحة هنا، نحن كشعب فلسطيني نقاتل من 70 عام، مهما تعاظمت جهود الناس وهو خيرة وهي أرضية حقيقية لكل حراك، مهما تعاظمت لن تقطف النتائج المرجوة إلا إذا كان هناك أطر رسمية شعبية قادرة أن تبلور خطوات. هل الأطر الرسمية الشعبية العراقية التي كانت هشة وإن كانت خيرة في المرحلة السابقة، هشة نتيجة توازن دولي وإقليمي إيراني وأمريكي، هل يمكن أن تسترد قوتها بدماء جديدة فتصنع خطوة حقيقية تبلورها؟ شكرا جزيلا. طبعا لا تقصد بالأطر الرسمية وإنما القوى الوطنية، والحقيقة لأنه هي الثورة ضد الأطر الرسمية وضد جميع الأحزاب الرسمية بكل مسمياتها. وكما ربما أشرت في ورقتي، هنالك جهد وطني مستمر منذ سنوات وأطر وطنية عديدة وبينها تنسيق كبير، لكن هذه الأطر الوطنية الموجودة هي اليوم لا تريد أن تتدخل لركوب الموجة، وإنما هي ساندة لهذه الانتفاضة، هي انتفاضة شعبية، وهنالك ولدت من داخل هذه الانتفاضة، من داخل هذه الساحات، تنسيقيات تنسيقية من هؤلاء الشباب القائمين بهذه الانتفاضة المنظمين لها، وهم على مستوى عالي من الوعي السياسي ومستوى عالي أيضا من التنسيق، واليوم هنالك تنسيق بينهم وبين القوى الوطنية الأخرى التي هنالك تداخل بين جميعهم للتنسيق للوصول إلى انتقال من حالة التنسيق السياسي والخطاب السياسي إلى تنسيق عمل حقيقي إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله تعالى. تفضل. أنا لدي سؤال للدكتور رافع، بس قبل السؤال إذا يسمح لي أتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انطلاق انتفاضة تشرين، وكأن الحكومة قد صدمت لهذه الانتفاضة وكأنها لم تتوقع، في حين أن الشعب العراقي على مدى سنوات طويلة وعلى الفضائيات، كل الفضائيات تنقل العراقيين رجالا نساء شبابا حتى صغارا، منهم من شق ثوبه أمام الكاميرا، الوضع كان في أدنى درجات السوء، وكأنهم لا يشاهدون وكأنهم لا يسمعون. فهذه الصدمة هل هي مصطنعة؟ هل كانوا لا يرون واقع الحال؟ أنا أعتقد أنهم كانوا منشغلين بعملهم الرئيس وهو تدمير العراق ونهب ثروات العراق، وكانوا يعولون على تخدير الشعب بأسلوبهم الطائفي، وأنهم على نهج الحسين، وأربعين يوم كلها تقريباً مليئة بالعطل إن لم تكن كلها عطل، وكأنهم خدروا الشعب بهذا الأمر، فتبين لهم أن تخديرهم ومخدرات إيران لم تأتي بالنتيجة المرجوة، وفاجأهم الشباب فعلاً. وعن الثورات قبل انتفاضة تشرين تحدث الأستاذ نظير، أنا أعتقد كان هناك ثورات وطنية قبل انتفاضة تشرين، يعني ثورة 25 شباط 2011 الحقيقة في أكثر من 50 مدينة عراقية من الشمال إلى الجنوب، ورايتها وطنية وهتافاتها وطنية ومطالبها وطنية، وقمعت، المالكي كان سيد النظام الدموي القمعي في العراق ومعروف كيف فعل فيها وفي حتى الاعتصامات في المحافظات السنية، وإن كانت مناطقية وإن كانت بسبب الكبت والقمع الشديد والتمييز الطائفي العنصري للسنة، لكنهم أيضا رفعوا هتافاتهم وكانت ساحاتهم يعني تقريبا كل يوم إخوان سنة وشيعة هذا الوطن من جهة، وهذا الهتاف لما أكثرت من بثي الرافدين
بدأ الناس يسمونها قناة إخوان سنة وشيعة، وكأن الهتاف الحقيقة الذي يرمز لطبيعة الشعب العراقي كأنه أخمد لفترة ثم تفجر بوجوههم مرة أخرى في هذا الانتفاضة. ماذا يفعل الشعب العراقي لإيصال هذه الانتفاضة للعالم وجعل العالم ينتبه؟ أنا أعتقد هناك مسؤولية إضافة لما ذكره الدكتور رافع للمنظمات الحقوقية العراقية والعربية المساندة لحق الشعب العراقي سواء داخل العراق أو خارج العراق، أن توصل هذا الإجرام القمعي بحق الشعب العراقي. هناك أسلحة تستخدم ضد المتظاهرين هي في يعني صنعت أساساً للحرب، يعني غازات سامة وقنابل قاتلة ليست لتفريق متظاهرين. هذا يجب أن يشاهده كل العالم، وواجب على هذه المنظمات الحقوقية أن تساند الشعب العراقي في هذه الانتفاضة. أيضاً المراكز البحثية والدراسات، نحن الحقيقة نقدم شكرنا لمركز رأسام وندعو كل المراكز المهتمة بالبحوث والدراسات أن تحذو حذو رأسام. هذا دعم للشباب، هذه الندوة الحقيقة هي في حقيقتها دعم لانتفاضة الشعب العراقي ووسيلة لإيصال حقيقة هذه الانتفاضة إلى العالم. سؤالي للدكتور رافع الفلاحي، الميليشيات بدأت تتكلم بكلام صريح، يعني قيس الخزعلي قبل يوم أو يومين تحدث أن هناك دائرة للموساد في السليمانية ثم أتبعها في مطار بغداد تدعم التظاهرات، هي التي حركت التظاهرات، إسرائيل أمريكا، يعني وهي تهمة للمتظاهرين أنهم عملاء لإسرائيل وأمريكا، وهذا يقتضي بحسب تخطيطهم أنهم سيبدأون بقمع وقتل المتظاهرين. هم بدأوا الحقيقة بعمليات الخطف للناشطين، وإن كان جربوا القمع ولم ينجح، لكن واضح أن لدى الميليشيات خطة لقمع الانتفاضة بصورة نهائية. لم تفلح الوعود ولا غير ذلك، فما الذي يمكن أن يفعله المنتفضون أو الشعب العراقي الذي يدعم هذه الانتفاضة لوقف الخطر الميليشياوي القادم ضد الانتفاضة؟ واضح هناك إصرار وتصريح علني بأن الذين يتظاهرون هم متآمرون، هم عملاء للموساد وللأمريكان، ويجب إنهاء هذه الانتفاضة، يعني خطتهم القادمة إنهاء الانتفاضة. هذا سؤالي وشكرا لكم. شكرا أستاذ محمد، مدير عام قناة الرافدين أستاذ محمد الجميلي. الحقيقة هو هذا سؤال مهم جدا، لكن قبل دعني أقول أنه إحنا في قضية المنظمات وعرض يعني كيف تساهم وكيف تعرض، نحن ثبت خلال التجربة من عام 2003 لحد الآن يعني الشعب العراقي فشل في عرض مأساته. حقيقة لسنا مثل باقي الشعوب في عرض مأساته. ما حدث في العراق من عام 2003 لحد الآن فظيع جدا، الانتهاكات التي حصلت، الجرائم التي حصلت، التدمير والخراب الذي حصل في العراق لا يمكن تصوره. يعني الآن لو تخيلنا نضع أمامنا مجسم لما حصل في العراق يعني يشيب الولدان اللي ينظرون إليه. لكن إحنا فاشلين حقيقة في عرض مأساتنا. الحقيقة كثير من المنظمات الدولية أيضا كلمها تقول لك اشتكوا قدموا لنا طلبات، لكن هذه الآلية الحقيقة الشعب العراقي ربما بسبب تربيته، ربما بسبب ما أعرف أسباب كثيرة اجتماعية وأمنية وسياسية، ربما يعرض عن عرض مأساته هذه الكبيرة والحقيقة. ولكن ربما الآن يعني
القنوات الفضائية، التطور هذا، تحول العراق إلى العالم إلى قرية صغيرة بواسطة الإعلام والتليفونات، ربما كثير جزء من هذه المأساة تنقل على المنظمات الدولية، على الفاعلين من العراقيين والعرب والخيرين في العالم أن يساعدونا أيضاً ويساعدون العراق لعرض هذه القضية في، وهذه مهمة جداً حقيقة، والإشارة إلها مهمة أستاذ محمد جداً. فيما يخص الميليشيات الحقيقة أستاذ محمد يعرف والكثير منكم يعرفون أن التجارب في العالم كله، هناك الكثير من التجارب في العالم أجمع واجهوا مثل هذه الحالة. يعني التجربة المصرية ألم تواجه ميليشيات ما يسموها البلطجية؟ هذه ميليشيات واجهت وأيضا اتهموهم بالعمالة واتهموهم لكن الجموع الغفيرة الأعداد الكبيرة عندما تخرج، هو هذا الضمانة القوية للانتفاضة أن يقف معها الشعب، سيحيد الميليشيات يعني ستفعل فعلتها، وهي هاي اليد الأخيرة، ليس لديهم إلا الحل الأخير إلا أنزال الميليشيات إلى الشارع. وواضح كان قيس الخزعلي يوم أمس يقول أنه طلبوا من أبو مهدي المهندس أن ينزل الميليشيات، وهو يهدد بها الحقيقة وسيهددون بها وينزلوها لأنه دفاعا عن وجودهم، دفاعا عن حياتهم، دفاعا عن عمليتهم السياسية البائسة هذه، ودفاعا عن إيران سينزلون الميليشيات. لكن عندما يكون الشعب قد وصل إلى قرار الانتفاضة، إلى قرار المقاطعة، إلى قرار الإضراب العام، والشعب معه لن يستطيعوا، خلال أيام ستهرب هذه الميليشيات مثل ما هربت في كل دول العالم وأسقطتها. الميليشيات موجودة، كانت في تونس أيضا ميليشيات موجودة، وكانت موجودة بمصر بشكل قوي وشهدناها وفشلت، وفي العراق أيضا فشلت في مناطق كثيرة. عندما يكون المد الجماهيري واسع والموجة عالية ستفشل الحقيقة. أنا أعتقد وعي المتظاهرين، وعي القيادات الشابة داخل ساحات التحرير في العراق أكثر، يعني مستوى الوعي عندهم أكثر من هذه الميليشيات وقدرته، هم يستعدون لإنهائها، وهذه القيادات أيضا تستعد وترتب حالها للبقاء أطول مدة ودفع هذا يعني الحالة فعل ورد فعل موجود، وربما فعل الانتفاضة الآن هو الأكبر. الشعب الآن بدأ يلتف حولها، الكل الآن يعني الأخبار تجينا ماكو بيت في العراق ربما ما يتمنى أن يروح إلى ساحات التحرير، وهكذا الناس كلها يعني تأذت، العالم كلها نسبة من يحكمون العراق لا يتجاوزون 1% أو 2% على أحسن الأحوال، و98% من العراقيين هم الذين يعني يتحملون كل هذا القهر والضيم، فلذلك الكل يبحث عن النجاة والخلاص بهذه التظاهرات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور رافع. حقيقة ربما فقط كلمة فشلنا ربما قاسية، وهنالك جهود حقيقة جبارة بذلت لعرض القضية العراقية ومأساة العراقيين، وقد وصلت هذه المأساة إلى يعني مصادر القرار في العالم كله، مؤسسات رسمية وحكومية وأممية وجامعة الدول العربية وغيرها. لكن مشكلتنا في العراق أن هذا ما يتميز به مأساة العراق، أنه لا توجد دولة قد تبنت قضية العراق ودعمته بشكل واضح وصريح. والسبب أننا لا نختلف أو ليس الخلاف مع مؤسسة داخلية، وإنما مع أمريكا وإيران اللذان توافقا وتخادما في مشروعهما على احتلال العراق. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لجميع الحاضرين على جهدهم وصبرهم في البقاء، وأتقدم بالشكر إلى الأساتذة الباحثين الذين تقدموا بأوراق العمل لهذه الندوة، كما أتقدم بالشكر أخيرا إلى مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام لإقامة هذه الندوة، التي نسأل الله تعالى أن تكون جزء من الجهد في دعم الانتفاضة. نسأل الله تعالى أن يحقق الأمان للشعب العراقي بما يرنو إليه وجميع الشعوب العربية والإسلامية، حتى يتحقق الأمن والأمان والاستقرار للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.